وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف الدكتور نبيل العتوم المتخصص في الشؤون الإقليمية بعد التحية. طبعا التحالف بين قطر إيران فتح أبواب الشر في المنطقة من خلال استراتيجية دعم الجماعات الإرهابية أمثال الإخوان المسلمين وحزب الله. إلى أين يتجه هذا التحالف وما هي الاستراتيجية لمواجهته؟ شكرا جزيلا لك. لا شك أنه الآن هنالك استراتيجية لدى دولة قطر هي تتمثل في مشكلة الدور وإعادة تعريفه عبر تشكيل تحالفات جديدة في المنطقة. هذه التحالفات تبدأ من خلال إقامة علاقات متميزة مع الجانب الإيراني، وكما تعلمين أن هنالك علاقات متطورة، يعني سواء كان من خلال علاقات اقتصادية أم عسكرية أم أمنية، تطورت فيما بعد إلى علاقات مع ربما بشكل واضح وبشكل كبير مع مخالب إيران ووكلائها في المنطقة، وبالذات نحن نتحدث عن حركة الحوثية، نتحدث عن حزب الله وغير ذلك من هذه التنظيمات. للأسف الشديد أنه هنا تحاول قطر انتزاع دور أكبر من مساحتها. أيضا سعت قطر من خلال هذه التحالفات إلى محاولة إيجاد نوع من الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات المملكة العربية السعودية ودولة مملكة البحرين ودولة الإمارات، وبالتالي ارتأت قطر من خلال هذه الاستراتيجية أن تعزيز هذه التحالفات مع هذه الميليشيات وهذه التنظيمات سوف يعزز من دورها الإقليمي، وبموازاة ذلك قطر يعني تحاول التصدي ربما بشكل كبير جدا للسياسات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك. أنا أعتقد أنه هنالك كثير من الاستراتيجيات لمواجهة قطر في هذا الإطار، أولها ربما من خلال مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية. للأسف الشديد السياسات القطرية أنا أعتقد أنه بدأت بمحاولة حتى الخروج من الإطار الخليجي بعد الاتفاق الموقع في أكتوبر 2015 مع الجانب الإيراني، الاتفاق الأمني والعسكري تحت مسمى مكافحة الإرهاب وإجراء تدريبات مشتركة، ثم إعلان قطر أو اقتراحها إنشاء منظمة دفاعية أمنية إقليمية رغم عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وهذا قرأ في تلك الفترة على أنه خطوة على طريق انسحاب الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي إحدى الجوانب ربما كانت تمهد قطر سابقا لمحاولة التأثير على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إيجاد تحالفات مع إيران. الأمر الثاني أيضا ممكن اللجوء من خلال جامعة الدول العربية، وأنا كنت أتمنى من خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية المنعقد في القاهرة إرسال رسالة واضحة إلى الجانب القطري. نحن نتحدث عن استهداف الأمن الخليجي برمته من خلال دعم الحوثيين، يعني الحركة الحوثية أطلقت 82 صاروخ على أراضي المملكة العربية السعودية وكان آخرها على الرياض. نعم دكتور، الأصابع القطرية الأصابع القطرية اليوم موجودة في أي أزمة سياسية أو أمنية تواجه دول المنطقة، مصر كانت، ليبيا، اليمن، وأخيرا الجزائر التي اتهمت بصراحة دعم الجماعات الإرهابية ومحاولة زعزعة الوضع السياسي هناك. ما هو تعليقك دكتور العتوم؟ يعني بالتأكيد هنالك علاقات تربط قطر مع الكثير من التنظيمات وكثير من دعيني أسميها المخالب للتأثير على الأمن الإقليمي العربي، وبالتأكيد إيران حاولت أن تتقاطع مع الجانب حتى الإيراني من خلال مداخل الأزمات الإقليمية بالتنسيق مع هذه الميليشيات وهذه الوكلاء الذين تدعمهم سواء قطر أو تدعم إيران من ناحية. الأمر الثاني أنه قطر للأسف الشديد أنه كانت ولا زالت تعتبر إيران جزء من الحل وجزء من المنظومة الأمنية الإقليمية وليس جزءا من المشكلة، والميليشيات التي تتبع وتدور في فلك السياسة الإيرانية وفي مقدمتها حزب الله للأسف الشديد هنالك علاقات قوية بينها وبين قطر. وكما تعلمين أنه بالأمس رئيس ميليشيا حزب الله تحدث بشكل واضح عن نفي التهم التي قامت دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا مؤتمر وزراء الخارجية العرب بتوجيهها بشكل واضح وصريح الى ايران. في واقع الامر اعتقد انه قطر معنيه باكبر، يعني الان بشكل كبير وبشكل واضح ربما بسبب سياساتها غير البناءة، سياساتها التي ادت الى ادخال المنطقه في دوامه العنف والصراع،
وبالتالي أنا بعتقد أنه لابد من إيجاد آلية واضحة للتعامل مع المشكلة القطرية. نعم. بشكل واضح. دكتور أدران لضيق الوقت من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف الدكتور نبيل العتوم المتخصص في الشؤون الإقليمية، شكرا جزيلا لك.